قريبا من الجبل وبتحديات أكبر حافظ السبت رفقة إخوانها على الأرض وخدمتها، أين جادت بكل الخيرات وتخصص في إنتاج الطماطم الصناعية والاستهلاكية وكذلك الفلفل في مشتة المزاير بسوق نعمان. هاي الطماطم كتب فيها الطماطم تصلع لنا خير، ربي الفلفل كيف، المهم الماء هو اللي ناقصنا، ماشي المشكل في الغلة، المشكل في الماء، المشكل راهو الماء ناقص علينا بزاف، وجينا في بلاصة معزولة وكل ما يلزم. راه يعتبر منتجي طماطم الصناعية ولا لا فاريتي راكم تشوفوا فيها، انا راه غارسين الالباتروس والليستو، هذو من الانواع الطماطم الصناعية اللي تنجم تستعملها للسوق تسوقها كالاستهلاك او تتحول مباشرة للمصبرات. البئر الارتوازي الوحيد الذي يغطي المشتى باكملها من ماله الخاص أصبح غير قادر على استيعاب الهكتارات المغروسة والتي عرفت إنتاجا يوزع إلى سوق الجملة الجهوي بشلغوم العيد وحتى إلى مصانع المصبرات بعديد الولايات الشرقية. خدمين هنا بأحد الطرق لهنا بالقوتاقوت كما راهي كما تشوفوا فيها الغلة تجي خير ربي، بصح ما عندناش الماء، ناقصنا الماء، ناقصنا الإمكانيات بزاف كما الدواء كما الغبار كما ناقصنا حوايج بزاف لهنا. ماذا بينا الدوله كون تعاوننا، كون تعطينا تسريح تاع الفوراج، كما حنا عندنا الفوراج تسمى راح منه الماء. الا كملت الحاله كما هكا عام الجاي ممكن ما تكونش الطماطم هنا في سوق نعمان نهائيا. بيئه وعره وتفاني مستمر وحتميه اعانه هذا النموذج الناجح استثمار في نجاحات اخرى بدعمه ودعم مشروع لشعبه الطماطم الصناعيه بأم البواقي من طرف مديريتي الري والفلاحة.